مشاهدينا بختام برنامج على الموعد لليوم، ومثل كل يوم أربعة منكون مع الأب شرب الشليلة الاختصاصي في اللاهوت الأدبي وخلقيات علم الحياة عبر سكايب. صباح الخير أبونا، شكرا. يعطيك ألف عافية. ميرسي. نحن بلشنا بزمن الميلاد وبلشنا بالزينة، وبعتقد كل الشعب اللبناني يلي بيحتفل بها المناسبة أيضا عم يتحضر أهل وأولاد، ولكن السنة الظروف رح بتكون مختلفة شوي، الأوضاع لأنه ظروفنا صعبة. كيف الأهل رح يقدروا يتعاملوا مع أولادهم يلي ناطرين هالعيد ببهجته بفرحه بسروره، يلي يمكن حاسين انه شوي الوضع رح بيكون متغير ولكن ما عم يتقبلوا هالواقع؟ شو بدنا نقول لهم للاهل وللاولاد؟ في شيء بدايه هيك ببلش بيه بيته احد الايدين انه ايد مريض ايد مريض مظبوط صوت مظبوط صح؟ لا، عم بيقطش شوي الصوت. ايش الصوت؟ بتقول للسيد انه إذا ممكن تحط ايرفونز بيكون أحسن، إذا بتعمل معروف هيك هيك بنقدر منتابع الحلقة من دون تقطيش. موضوع اليوم طبعا كتير أهل هلأ عتلنين هم شو بدهم يعملوا، كيف بدهم يخبروا الأولاد أنه بابا نويل اللي بينطروه من سنة لسنة وبيكون جايب معه الهدايا، ما بعرف شو بدهم يقولوا له، يمكن معه كورونا السنة، شو بده يقولوا له أبونا؟ في شغله هذا انا برايي نشكر الله بكل مرحله بحياتنا نتعلم اشياء صح، بتروح اكثر للمعنى. الروحي كنت عم بقول انه احدى السيدات بتقول انه عيد الميلاد مريض جدا. ليش؟ لانه فقدنا المعنى الاساسي للعيد. صح، اذا بتلاحظي وقت بنعمل معموديه للولد بنلاحظ انه الاهل بيروحوا بيعملوا حفله كثير كبيره وبينيموا الولد على جنب وهم بيقعدوا بينبسطوا بإيدها. واكيد بعدين في مشاكل شوي، يعني ليش ما زبطتونا وليش ما جبتوا الاكلات والى اخره. صح، انا برايي انه عيد الميلاد منه يوم، هو مسيره. كيف نحضر حالنا كبار صغار عيد الميلاد؟ كل ما نحن اصلا نقدر نتخطى كل المطب. نعم، ليش؟ لان نحن ولا مره بنعيش حياتنا كانه دائما طالعين وكله تمام. نحن بنعيش ككبار وكصغار انه الحياه فيها طلعت نزلت. لا ممكن نحن اللي عندنا ازمه اقتصاديه، بس في ناس في بلاد كثير غنيه بس عندهم مرض كثير عطال بقلب عائلتهم في هيدي البلاد. صح شو بنعمل ساعتها؟ عيد الميلاد انه عودنا اولادنا وعودنا كلنا انه في هدايا. المشكله الكبيره اليوم في لبنان هي بكبر الهدايا. اليوم لان في ازمه اقتصاديه اضطرين نصغر الهدايا. صح بس ما صغر الحب وما زغرت الفرح يلي ممكن نعيشها مع بعضنا ولو حول عدس بحام. صح لأنه صاحب العيد موجود. صحيح. يسوع بعده هو صح، أمس واليوم وغدا. نعم، لبل بالعكس عم بيزيد وضوح بالنسبة لنا من هو يسوع. مشان هيك أنا بعتبر إن بعيد الميلاد كل سنة بتقطع مثل كل شخص بيكبر بالعمر بيروح للاساس وبيتخلى عن اللي ما القصور. بيعطي صح، فرح الاساس. صحيح، وانا بعتبر هيك الاولاد كل ما بيكبروا كل ما بيكبر المعنى بنظر. شرط انه نعيش هذا الشيء طيله السنه. عشان هيك انا بقول دائما عيد الميلاد الاشخاص اللي بعيدهم عيد ميلاد شو بقول لهم؟
بقول لهم بتمنى لك كل يلي اختبرته فيك هالسنه اللي قطعت انك تلمس ثماره في هالعيد الميلاد والسنه اللي جاي. صحيح. عيد الميلاد هذا هو انه نحن نقدر الطفل يلي ولد بمزبد مضجع بمزبد عايش انجا كم ساعه وهرب هرب بخلينا نحن نعيش الحكه الانسانيه. قلت نحن مضبوط عايشين بحاله نحن عم نعيش هرب قلب بلدنا عم تهرب من امور كثيره، ولكن بقي يسوع هو ابا ومريم العذراء ويوسف ما استسلموا صح. وقدروا كف مسيره مع يسوع حبيبه. نحن اليوم لو كنا وضع ازمه اقتصاديه كثير كبيره صحيح، ولكن هيدا ما بخلي حبنا لالهم وحبنا لوطننا انه ينقص. يصغر. نعم، بالعكس في اوقات الصعوبه نصبح تجمع. خلق نصبح خلاقين. صح. لذلك بدعي الايد والاهل اكيد الهديه حلوه كثير، وانا لابني عم بحكي له بدي هديه بالاخره، بس انا عم حضره انه انا ما بقدر يمكن مثل ما انت بتتمنى، والتمني مش دائما هي نتيجه انسد هو قرار شخصي جاي اوقات كل الاصحاب بيقولوا انا بدي اجيب إيه؟ انت بتروح تجيب انت كذا تعلمي السبب قيمة الصح الهدية. ضروري هذا التمني تبعوني. مش هيك وقت انا قد مع اولادي الموضوع التمني ما دائما على مستوى كبر الهدية، التمني بيكون قد ايه انا بهالايد اليوم بقدر اعيش اكثر مع اهلي الحب اللي انا كل السنه غزيته. نحن بحاجه لاوقات مثل عيد الميلاد عيد مار يوسف عيد وقفه، بس مش كلهم كل شيء بتعمله بعيد الميلاد هي وقفه لاتبدد لاقرر اتغير بامور معينه. مش هيك يا ولادي انا اليوم بدي بس مهم كون انا مقتنعك انه انا بدي اليوم اتاقلم مع الواقع رح اعيش عيد الميلاد كله معك، بس بدي اتاقلم مع القعده الفستق لانه اذا ما تعودنا نتاقلم من دون ما نستسلم ان شاء الله بيكون معنا ملايين الدولارات. ما رح عيد ننبسط، ميلادي يقطع على لك رح شغله بيكون بدون فرح. اليوم اللي ربيت عم كثير اكبر هديه بيقدر الواحد يقصد 3 ساعات صح. بعدين بده يتق عشان تاني. إلا إذا كان عودة الأولاد من الخارج وفرحة لقاء العيلة، اللي هو هيدا لازم يكون الفرح الأكبر، هاللقاء يلي بيجمع عيال. يمكن بنفس عيلة، بي وأم وولاد، إذا كانوا بيروحوا على الشغل كل الأسبوع، يمكن بهيدي الليلة بخصصوها يضلوا قاعدين كل الوقت مع أولادهم. هيدي أكبر صحيح هدية، هيدي أكبر فرحة صحيح. يمكن تكون حتى. مش هيك كثير مهم نعطي نرجع رمزيه للامور. 100%. مش هيك صح. بعطي كم شغله صغيره اذا نعم بتسمحي نعم دقيقتين. نعم اذا في امكانيه مثلا نقول انه بدءا من اليوم مثلا او وقت بتقرروه قبل العيد دائما تسعويه يمكن انه كل يوم بنضوي شمعه علنية معينة صح. وبنعطي معنى لهالإضاءة. نجتمع نعرف إنه يسوع هو نور العالم، رمزية الشمعة بتدلنا قديه نحن نقدر نضوي، بس عم نضوي بدنا نخسر. الشمعة كل ما بتضوي كل ما بتخسر صح تقدر تضوي، صح ولا ما فيها تضوي. صح شغلة تانية بدنا نقول له من خلال هيدا النور انه وقت من ضوء الشمعه تخسر من كبرها الحب يلي فينا، كل ما بنحب ما بنخسر حلو الوحيد، حلو كل ما بتغذيه هذا الحب يكبر.
لما بتعطيه ما بتخسر فيه ابدا، لبل بالعكس اذا ما اعطيته تخسر بتنشف. نعم شغله ثانيه بطلب من الاهل مثلا نصب، مثل ما بينصبوا له لبيته بعيد الميلاد تبعوله، بيجي يقولوا فرقت ما بعرف مين الى اخره، بتعمل معمودية بيجي يقولوا شارات طلعوه على الحيطان ومدري شو مسميش عم بيصير، لبل بقول شو عم يعملوا، ينظموا مثلا يتنسقوا مع اولاد عمهم ويتقالوا الى اخره، اصحابهم سهرة براتيل هيك ميلادية يعقوبها بالبيت. صح، مش غلط أبدا. بلا نعم نعم ثالثا هبه الشجره والمغار اللي عملوها، انه يعملوها هلا يعملوها عشان جاي، يقولوا انه كل يوم بدي جيب شيء علقه. انا بعطيه تعلقه حطه قدام المغار، صح بيعطي شيء بخص حياته، شيء بخص رغبه بده يغيرها بحياته، شيء عم يشتغل عليه ضمن حياته الى اخره، كل يوم شيء قدام الانتقال. شغله اخرى نظم مع رفقاتي مع عيلتي سهره صلاه، انا بنظمها كبلد مع اخوتي اذا عندي أم ولد عمي ولد خالي ساعه صلاه. صح بلش تحضر لكم الهدايا، مش دائما غلطه. ليش بعيد الاب عيد الام؟ اجمل شيء ممكن يعمل في البلد يحضر انه يعمل هدية. هو صح شيء، وهيك بس وقت لازم، كله خالص هيك كله لازم. بيقول هلا الأولاد لازم يحضروا لأهلهم بعيد الميلاد حتى حضر يشكرون. مضبوط انه هو يحضر، اضافه لامور اكيد او يمكن محضر كل السنه عم يجمع المصاري، انا مشكله ما بدي يكون في موضوع انه لا خلى عنه الى ابدا، ما بدي كمان اقول للبيت انه شوفوا اولاد بمنطقه لبنان ما عم يقدروا انت حر حالك، مش بالضروره، ولكن يكون عنده فكره انه انا بدي شيء وشارك فيه. صح بتقول ام تريزا لما بتعطي بتوجع العطاء، توجع مش توجع يعني بدي اسعد، بس ما فيك تعطي من الفائض منك، بدك تعطي ايضا من منك يلي من عندك الأساس. صح الفقير والكبير والغني، مش دولي بس الغني، لانه حياه الانسانيه هي للفقير والغني. نعم، فلس ثالثا الأرملة اللي هو الأهم ولا اللي ذكره ولا المسيح. نعم، كيف كنا محضرين نعرف عيد الميلاد هو مشارك، كيف بدي شيء؟ عيد الميلاد ما له مستوى معين، عيد الميلاد قديش انا بحب، والمحبه مش انا بحبك كثير بحب الهديه، بحبك كثير وبتحبني كثير بقدر اقبل منك انه انت هالسنه ما قدرت تشارك كثير معي هدي، نعم بس نعم انا بعرف انك انت هيك، مش انه الهدية عقد المحبة، مش مظبوط أبدا. صحيح، هيك بياخدوها للأسف، ولكن هي الجاست الأهم بالطريقة تعطي الهدية، طريقة تحضيرها للهدية اللي هو الأهم، مش إنه القيمة المادية اللي قيمتها نحن المعنوية. بحاجة، نعم نحن بحاجة دائما إنه نعبر، نعم نعم حتى وقت بقول له بحبك أو أنت بعبر له سلم عليه بوسه، هلا صعب كثير هلا كورونا. صار كورونا، بس انه بدي اعبر نعم بجست كثير مهمه، يسوع الله احبنا نعم حتى انه اعطانا ابن، نعم كثير مهم الحب بده تعبير، لذلك الهديه اجت هيك. المشكل انه اشتغلوا على راسنا صارت انه كل تجارية. ما بتكبر الهديه كل ما انت بتحب ابنك، أبقى ودخلت بالفكر تبعولنا، وهذا الشيء اصلا بنشوفه بالزواج بالاكليه، وقت بننقط حدا بنقول انه ولو ولو، لانه نحن نعتبر انه بتحب بتعطي قد ما بتحب، معك مصاري لازم تجيب لي قد ما معك مصاري، بالوقت يلي انا اليوم جبت لك هديه لانه انا من خلالها بقدر اشوف شيء
عم عبر لك هي من خلالها تعرف لهديك. أبونا، هيدي المحنة يلي نحن عم نمرق فيها، يمكن نحن كنا بحاجة نقطع بهيك ظروف حتى تتغير نظرتنا لكتير أشياء. نحن بعدنا كتير عن مفاهيمنا اللي عادي، يمكن هالبهرجة هالأشياء الخارجية اللي كنا عايشينها بعدتنا شوي عن أصول الحياة. عشنا شيء مش لازم كان يمكن هالقد نعيشه بهالطريقة. ما بعرف، هل يمكن بينتقدوني كتير أشخاص إنه لا، حق الإنسان يعيش بهالرفاهية الكاملة، ولكن بعدنا عن البعد الروحي كله، عن البعد الإنساني شوي. صار كتير الإنسان هو أناني لذاته، أنا شو بدي شو بيبسطني، وبعدين منفكر بالباقي. هيدي المحنة يمكن شوي رح مشان هيك تركنا. بعد خلص الوقت نعم بس دقيقة، مشان هيك أنا بقول إنه ما خص قضية إنه غني ورفاهية وهيك، نعم لأنه حتى بالبلاد اللي فيها كثير رفاهية يعيدون النظر اليوم صح بعيشهم للأعياد وخاصة عيد الميلاد. نعم نعم ما بيهمني، إن شاء الله بتجيب مليون شغلة، مهم أنت تكون عم تعطي معنى لكل اللي عم تعمله، 100%. لانه وقتها بيروح اللي تروح الهديه بيروح بهرجتها، ماذا يبقى في داخلك وفي فكرك؟ هيدا انا بقول لازم تقلع. ولازم يبقى فقط صاحب العيد الملك. بنحطه جوا احنا نعيش نعم بلا نعم نعم شكرا لك أبونا، يا ريت كان معنا الفاتحه. وقت أكثر. على كل، دايما بتغنينا بلقائنا المقبل، بنحكي أكثر وأكثر عن عيد الميلاد لأنه ما يكون قربنا على هالنهار المجيد. شكرا لك سلام محبي، وإلى ميرسي، اللقاء أيضا. شكرا. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، برنامج على الموعد لليوم انتهى، بشوفكم بلقاء قريب، إلى اللقاء.